ممكن تعرف الجمهور اللي كيتابعك على اشواقه شنو تقول شنو تعرف براسك اليوم؟ خليل متكوري انفلونسر سيغ انستغرام 24 سنة ساكن في خنيفرة. شكون هو خليل هاد الانفلونسر شكون هو؟ خليل غير واحد اللي بادي فيديوهات بديت فيديوهات في تيك توك يعني غير واحد تيك توك فيديوهات مع على دي ميوزيك اللي هما يعني مغربيين قوريين كل شيء يعني جربت شحال من حاجه جربت ندير الدانس جربت ندير شحال من حاجه علاش كيقولوا بلي خليل شبيه بمالومه واش انت فريمون شبيه بمالومه ما عرفتش انا فاش سمعتهم بداو يقولوا هذا الشبيه شبيه قلت نستغلوا هذه الفرصه ونشوفوا واش نقدروا نكونوا بحاله ولا لا بقيت نحاول ندير موسيقى والنتيجة هي غادي مزيان راه تيطلعوا لي زابوني يعني بنادم تيتفاعل واخا تيكون واحد ديما في اي بلاصه يعني اي واحد تيبدا شي شويه تيطلع مزيان تيكونوا ضروري شي وحدين تيبغيو يطيحوا فيه تيطيحوا منه يعني ضروري دوك معيور دوك الغوات زعما بقى يقول لك لا اش من كوبينو لا انت هو واعر عليك تلا علاقه معاه فهمتيني دوك لي كومونتير اللي هما خايبين ولكن صافا ولفت مع دوك لي كومونتير وغادي مزيان دابا الحمد لله يعني هما جابات اللي كنشوفوا انك كتكون غادي في الشارع اولا كيعيطوا لك باللي شبيه مالوما نصوروا معاك شنو انا طرات لي انا في شوف الرباط بزاف شي ثلاثه مرات اربعه يعني تكون دايز مثلا وبقات حدث الدفع الاخرى على الاخرى هو مالوما هو شبيه مالوما ولكن ما عرفتش تجي زوينه شي شويه ماشي غرور زعما لا لا غرور يعني الا جا هضر معاك شي واحد راه تهضر معاه علاش لا ما حافظ لي حتى شي اغنيه شي مقطع الاسطوليوني انا وبيني وبينها غير الخير والاحسان واخا جاتنا شي خبر باللي غتكون في فيديو كليب ديال رجاء عمر بالمير هضر لينا على هاد راه ديجا تلاح دابا الكليب ديال رجاء عمر كليب اللي هو خطير بزاف يعني هذا صافي طوندونس هو عيط لي عمر قال لي يعني باش نجي نشارك معاه في الكليب ودخلت على اساس دونسور يعني على شط هذا الكليب وداك الشيء وداز داك الشيء بخير على خير صافي.